أهلا بكم. اتفقت مجموعة أوبك بلس خلال اجتماعها على تمسك بالسياسة الحالية وعلى زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل حتى صيف العام الجاري. وكانت أوبك وحلفاؤها قد اتفقوا في ديسمبر الماضي على التمسك بسياساتهم الحالية والمتمثلة في الزيادات الشهرية بإنتاج النفط رغم المخاوف بسبب فيروس أوميكرون وسحب الولايات المتحدة من احتياطيات الخام. توقعت لجنة المراقبة الوزارية بمجموعة أوبك بلس أن تشهد سوق النفط فائضاً ابتداء من الربع الأول من العام الجاري. قالت اللجنة إن سوق النفط في حالة توازن حالياً وأن تأثير المتحور أوميكرون الجديد يتوقع أن يكون خفيفاً وقصير المدى مع تحسن القدرة عالمياً على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به. كما أعلنت أوبك بلس الحصص الجديدة لإنتاج النفط في الجزائر وباقي الدول الأعضاء في التحالف خلال فبراير المقبل. وارتفعت حصة الجزائر من إنتاج النفط بموجب اتفاق تحالف أوبك بلس إلى 982 ألف برميل يومياً خلال الشهر القادم بزيادة 10,000 برميل يومياً عن الشهر الجاري. ومع استمرار تأزم الوضع الوبائي عالمياً وفي ظل تفشي أوميكرون، واصلت أوبك الإبقاء على سياسات الإنتاج الحالية دون تغيير، مع توقعها أن يكون للمتحور الجديد تأثير محدود وطفيف على أسواق النفط. وعن تعامل أوبك مع الأوضاع الوبائية ونتائج اجتماعها الأول في 2022 وكذلك مستقبل الطلب العالمي على النفط في حال فرض قيود جديدة، حول كل ذلك سنفتح النقاش ولكن بعد هذا التقرير. بعد نهاية أطول اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها أو ما يعرف باسم أوبك بلس، اتفق أعضاء المنظمة خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي 24 على إبقاء سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وذلك بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً في فبراير 2022 بحسب الاتفاق المبرم سابقاً. أوبك أوضحت في بيان لها عقب انتهاء الاجتماع أنه تم تجديد التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري 19 للمنظمة. وشددت أوبك في بيانها على الأهمية الكبرى للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2022، مشيرة إلى ضرورة تقديم المنتجين خطط التعويضات. هذا وتقرر عقد الاجتماع الوزاري 25 لأوبك بلس بتاريخ 2 فبراير القادم. وعقب الاجتماع وسعت عقود النفط الآجلة مكاسبها ليرتفع خام برنت القياس العالمي فوق $80 للبرميل في أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. وتأتي قرارات المنظمة لتمنح الاستقرار والطمأنينة والاستمرارية للسوق والمستثمرين على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة في ظل تفشي متحور كورونا الجديد أوميكرون. الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مكة المكرمة أستاذ هندسة الطاقة في جامعة أم القرى الدكتور موفق عريجة. دكتور موفق أهلا بك معنا في هنا الرياض عبر الإخبارية. آخر ردود الأفعال الواردة من البيت الأبيض عن هذا الاتفاق من قبل أوبك بلس، ترحيب بالقرار، قرار أوبك بلس بزيادة إنتاج النفط الذي يساعد كما يقول البيت الأبيض التعافي الاقتصادي العالمي، وتقدير للتعاون مع المملكة والإمارات وأوبك بلس لمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة. ما الأهمية لهذا الاتفاق برأيك دكتور؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير جميعا لمتابعي هنا الرياض، وأهلا وسهلا فيك أستاذ مفرح. حقيقة يعتبر القرار هو قرار تتابعي للقرار الأول اللي كان زيادة الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل شهريا. الاجتماع الذي يتم متابعته شهريا هو لمتابعة الأحداث التي تتم في العالم وتأثيرها على سوق النفط. الغرض الأساسي هو المحافظة على أسعار النفط، على إمدادات النفط ودراستها بشكل كبير،
خصوصا أن أوبك بلس تشكل تقريبا ما يعادل 40% من إنتاج النفط اليومي وحاجة النفط بالعالم. فالقرارات هذه تعتبر اليوم هي تتابعية مدروسة، وأيضا تعتبر استقرار لسوق النفط والمحافظة عليه. طيب، بإذن الله. طيب دكتور، يعني فقط بس للتنويه، يعني معك خالد استثنائيا اليوم، زميل فرح إن شاء الله سيكون غدا في الحلقة. هذه القرارات دكتور من المنظمة، هل هي يعني كافية برأيك حتى الآن لمنح الاستقرار للأسواق العالمية، بث الطمأنينة للسوق في ظل هذه الأوضاع التي يعيشها العالم، على أبرزها المتحور الجديد من كورونا؟ كما لاحظنا تأثير المتحور الجديد أوميكرون كان تأثير إلى الآن يعتبر مستقر غير قوي. السبب طبعا حسب الجهات الصحية أنه التأثير بسبب زيادة المحصنين والخبرة الموجودة الآن في التعامل مع الفيروس. إذن التأثير إن شاء الله لن يكون بشكل قوي على أسواق النفط، مما يساهم إن شاء الله على مواصلة استقرار أسواق النفط في العام الجديد. لكن يعني في ظل هذه يعني الأنباء الإيجابية حول هذا الاتفاق، في ظل ردود الفعل أيضا المرحبة به، لكن هناك كما يبدو يعني حالة عدم يقين مستمرة بسبب الأوضاع التي يعيشها العالم الآن. طبعا يعني احنا الان في بداية العام، التوقعات هو انتعاش الاقتصاد مرة اخرى، الخروج من تجربة كانت لجائحة كورونا. الان كل هذه الان تعتبر ان شاء الله تعتبر نهايات وبداية لعام الاستبشار فيه بالخير، بان يكون الطلب مرة اخرى على الصناعة على النفط سيزيد في السنتين القادمة. على لو احنا شفنا المتوسط المدى سيكون هناك زيادة بمعدل 5 مليون إلى 3 مليون سنويا، إذا هناك في طلب مرة أخرى. أوبك بلس الآن بقراراتها هذه تحافظ على استقرار الأسواق وإمداداتها، أيضا تحافظ على الوصول إلى الأهداف التي كانت قبل جائحة كورونا مرة أخرى إلى 100 مليون برميل يوميا. إذا هناك يعني إن شاء الله مواجهة لكل هذه المصائب الصعوبات والخروج إلى نجاحات متوقعة بإذن الله في هذا العام. طيب، التوقعات بأن يشهد السوق فائضا بداية من الربع الأول من هذا العام 2022، ما أثره على هذا الاتفاق؟ طبعا في بعض الدول في نهاية الربع الرابع أو في نهاية عام 2021 استهلكت من احتياطاتها الاستراتيجية. الآن العودة للموازنة سيساهم هذه الدول في إعادة مخزونات الاستراتيجية، والأهم من ذلك هو بعث رسالة اطمئنان بأن الدول المنتجة هي حليف للدول المستهلكة، وبالتالي هو استقرار لأسعار النفط المستهدفة بحيث أنها تكون في حدود تقريبا المتوسط 80 دولار كسعر عادل للمستهلك والمنتج. طيب دكتور، يعني تحالف أوبك بلس يعني منذ إنشاء في عام 2017، كيف تنظر إلى ما قام به؟ كيف ساهم في استقرار أسواق النفط العالمية؟ حقيقة كان إنشاء أوبك بلس قرار استراتيجي قوي، رفع عدد الدول الأعضاء من 13 دولة إلى 23 دولة. الآن كل ما تحالفت هذه الدول المنتجة، التحالف هو في سبيل استقرار أسواق النفط. لا ننسى أنه أسواق النفط تتأثر بالطلب والإنتاج، ولكن في نفس الوقت تتأثر بالمضاربات وما يسمى بسوق النفط كسوق آخر، فبالتالي هذه تؤثر أيضا على سوق النفط. عندما يكون هناك قرارات جماعية قوية واستراتيجية سيساهم في استقرار الأسعار، في استقرار الإمدادات، كل هذه تساهم بشكل قوي في وضع خطط استراتيجية في أسعار النفط. لا ننسى أيضا أنه النفط عملة استراتيجية ليس فقط كوقود، ولكن أيضا يدخل في الصناعات، ويدخل في أيضا في الصناعات التحولية، ويدخل في كثير من المنتجات التي أصبحت تعتمد على النفط كدولة. طيب، أبقى معي دكتور إذا سمحت، سنواصل الحوار. قبل ذلك نشير
إلى ترحيب البيت الأبيض بقرار مجموعة أوبك بلس في مواصلة الزيادات في الإنتاج، مؤكدا على أنها ستساعد في تسهيل الانتعاش الاقتصادي. وأشاد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست إلى تعاون المملكة والإمارات وأوبك بلس وحلفائها لمواجهة زيادة الطلب العالمي وتهدئة الارتفاع في أسعار الطاقة. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء ليصعد خام برنت أعلى 80 دولاراً وسط متابعة آخر أو يصل إلى 80 دولار في ظل متابعة تطورات السلالة المتحورة أوميكرون. وذكرت لجنة المراقبة الوزارية لدى المجموعة أن سوق النفط في حالة توازن حالياً، متوقعة أن يشهد السوق فائضاً بداية من الربع الأول من العام الجاري. أعود إليكم من جديد دكتور موفق. يعني قبل قليل يعني تحدثت عن تحالف أوبك بلس، يعني بداية من إنشاء هذا التحالف وزيارة الدول التي انضمت إليه وبعد ذلك الأثر المترتب عليه، لكن يعني قبل ذلك هل كان يعني أحد يتوقع سابقا قبل هذا التحالف أن تقوم روسيا على سبيل المثال بالاتفاق في ظل جهود المملكة التي كانت واضحة في ذلك الحين أن تنضم لهذا الاتفاق، أن تجلس مع دول أوبك على طاولة واحدة؟ يعني هنا صعب أن نقول، يعني نقول في ذلك الوقت حاولت كثير من الدول زيادة عدد أعضاء الدول منظمة أوبك في ذاك الوقت. كان هناك في رفض شديد بالاستقلالية، بعدم التعاون. يشاهد هنا حقيقة بدور المملكة العربية السعودية مرة أخرى في سحب هذه الدول وإنشاء منظمة أوبك بلس وعلى رأسها روسيا. طبعا هذا القرار حقيقة ساهم مرة أخرى في استقرار أسواق النفط، في الإمدادات، في وضوح أيضا الرؤية الاستراتيجية للدول المنتجة على السنوات القادمة. مرة أخرى كانت هناك جهودات كبيرة ما بين المملكة العربية السعودية وكحليف مع روسيا، ولكن مرة أخرى التحالف أعطى قوة أكثر من عمل دولتين كبيرتين في تعتبر هي أكبر دولتين منتجة أو أكبر من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط. عندما تكون منظمة أكبر بالتالي تأثيرها أيضا على الدول على المنتجة الصغيرة حيكون أفضل، وتستفيد هذه الدول كمنظمة. طيب دكتور، الآن الحديث عن أسعار النفط واستقرار هذه الأسعار كما يؤمل في الفترة الحالية، خصوصا بعدما رشح عن هذا الاجتماع، كيف سيكون تأثيره على الأسعار انطلاقا من ارتفاع اليوم؟ طبعا المتوقع كان في السنة الماضية هو الوصول إلى سعر 80، تحقق هذا الرقم. المنحنى الصعودي ما زال مستمر مرسوم يعني بطريقة يعتبر فنية إلى الآن بشكل جيد. التواصل في الارتفاع سيكون مشهود لأسباب كثيرة. أولا هو الوصول إلى أرقام تعتبر إيجابية وتحقيق مكاسب في أسواق النفط. الأمر الآخر أيضا سيساهم أيضا ارتفاع الطلب الشديد عندما تبدأ الاستمرار الانتعاش في الصناعات، في الخدمات اللوجستية، في النقل. سيزداد الطلب على النفط مرة أخرى، وبالتالي سيكون مساهم في فعلا الوصول إلى أرقام أخرى. المستهدف تقريبا أو المتوقع الوصول إلى 100 دولار في خلال عام 2022، ولكن كما قلنا سيكون هناك زيادة تقريبا تعتبر جيدة ويعني مرسومة برسم جيد فنيا، لا تؤثر بشكل كبير على أسواق النفط، وفي نفس الوقت ستكون مرحبة لكثير من الدول المنتجة حتى المستهلكة. طيب يعني طول اجتماع اليوم، يعني وهذا الاجتماع الأخير، نعم دكتور، هل يشير إلى ربما بعض التباينات في وجهات النظر؟ هل ربما يعني يلقي بظلال على الاجتماع القادم أو على الاتفاق القادم الذي يفترض أن يكون؟ طبعا يعتبر اجتماع اليوم كان من أطول الاجتماعات لمنظمة أوبك بلس.
أنا من وجهة نظري كنظرة تفاؤلية أنه بيرسم ويضع خطط مرسومة لسنة كاملة، يعني مناقشة ما تم في السابق ووضع خطط استراتيجية للسنة القادمة. فقد تكون هذه أحد أسباب طول الاجتماع. قد يكون هناك أكيد تباينات مع بعض الدول، كل مرة أخرى كل دولة لها خطط استراتيجية. عندما يجتمعون في على طاولة واحدة ستكون الأهداف تقريبا مشتركة، وإزالة هذه التباينات والعمل كفريق واحد لحل هذه التباينات. أنا أشكرك من مكة دكتور موفق عريجة أستاذ هندسة الطاقة في جامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك. وبإجماع كافة الأعضاء اختير الكويتي هيثم الغيظ أمينا عاما لمنظمة أوبك لثلاثة أعوام قادمة. فمن هو هيثم الغيظ؟ نتعرف عليه في العرض القادم.